هاي الكبدة عادة على الفحم شو بصير فيها؟ بتاخد اللون الأسود وفي بصير فيها من جوا سوائل دموية وبتصير تعلق على الفحم حتى لو كان جمر والنار هادية إلا ما يصير لونه أسود. الحل الأول والأخير للكبدة إحنا عملناها بحلقات الأعياد، حلقة عيد الأضحى مرتين على سنتين بقصص مختلفة. هذا منديل الدهن، شايفينه منديل الدهن، هو عبارة عن غشاء رقيق جداً. شوفي كيف شكله سبحان الله تعالى. هذا المنديل بيكون حوالين بطن الخروف. اللحامين ما بيحكوا لكم، هذا منديل الدهن بياخده اللحام وهو سخن. في إخواننا المصريين بيحملوه وبيقطعوه مربعات وبيحطوا جواه الكفتة وبيلفوا. هاي اسمها طرب بمصر، اسمها الطرب. الله يمسيهم ويصبحهم دائما بالخير. لكن احنا نوعا ما بنحب الدسم. انا شو بعمل؟ انا باخده كدرع حمايه، بشتغل فيه زي ما بدي وببهره بدون ما اغسله، بعدين بسحبه قبل الاكل وبتلفه. وهذا اللي رح يصير هلا. عملنا 4 افكار، شوفوه منديل الدهن مطبخ يوم جديد، رح تشوفوا كل اشي.